بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، درسنا اليوم هو المسائل المطلوبة، طبعا الفصل الرابع. طلابنا، جدا مهمة وأنصحكم تحلونها، لأن بسيطات جدا. هسه راح تشوفونها شلون بسيطات. اللي أريده من عندك فقط تركز عليها 10 درجات، لا تضيعها. ربما سؤال كامل انت ما تعرفه، فتضطر تحل المسائل المطلوبه حتى لو بس تراجعها اليوم، يعني مره مرتين ثلاثه، عسى ولعل ان الله سبحانه وتعالى يوفقك بها. اوكي، يلا. قبل البدء، طبعا قبل البدء المسائل، احب اوضح شيء على الاختبار اللي نزلته بالمحاضره السابقه. طلابنا، المحاضره السابقه كان امتحان لكم، وانا حسب ما متفق وياكم، انتم ليش كله تردون جاهز؟ نزلت لك 6 محاضرات تلخيص شامل للكتاب، سؤال وجواب. هاي المحاضرة مال الاختبار اللي كلكم معلقين عليها تردون الجواب مالتها، حبيبي انا منزل لك اياها، اريد اختبرك. انا اريدك انت تشوف روحك مفتهمهن، ليش كله تريده جاهز جاهز جاهز؟ مو هذا غش، ما يصير. يعني قاعد بس اخدر بيك ذا، بس انزل لك الجواب جاهز، لازم انت تبحث عنه. اوكي، مجرد تبحث عن تعريف راح يراسخ بدماغك. رجاء لا تظلون مجرد تشاهدون باليوتيوب المحاضرات على شكل فيلم. لا، ترى مو فيلم هنا والله، وهذا غلط الاستاذ، وهذا كلمه خطا بيها، وهاي سحقها، وهاي ما اعرف شنو. ما لك دخل حبيبي، ابحث عن اللي نجحك، ابحث عن اللي يسويك استاذ، ابحث عن اللي يسويك دكتور. اوكي، شنو هو مادتك، ابحث عنها. اوكي، يلا خلونا بالمسائل المطلوبه، رجاء لا احد يترك ذني المسائل. سؤال يقول: احسب النسب الكتليه لكل من حامض الهيدروكلوريك. اذا جاك هي السؤال لا تركه. نسب الكتليه، قل له صار، لان بسيط جدا. والماء عنده تخفيف 20 جول من HCI في 80 من الماء المقطر. هو بيش مطيني اياهن بتجي. لاحظ، اذا انطاك ياهن بتجي تكتب ام واحد وام تو وام تي. شلون استاذ؟ اي، هذن مهمات وعليهن درجات. زين استاذ، انا شايف سؤال قل لي اياه استاذ يطون ياهن بالام، بيش احلهن؟ حلهن بالفي. ها، يعني استاذ اعطاني ياهن بتجي احل بالام، زين. واذا اعطاني ياهن بالام حل بالفي. شكرا استاذ. استاذ بس سؤال ثاني، تفضل. استاذ، من هو المذاب ومن هو المذيب؟ شلون اعرفهن؟ دائما المذاب قليل والمذيب كثير. واضح؟ زين استاذ، عرفتهن رحم الله والديك. استاذ اريد اعرف شيء واحد، وهو ام تي شلون اطلعه؟ ها، تجمع المذاب ويا المذيب تكتب علي ام تي، ام توتال. واضح؟ واضح. يلا اجمع لي ذني. شلون؟ 20 + 80 يساوي لشقد؟ 100. وضحت؟ شو يريد من عندي؟ النسب الكتلية. تعال اكتب النسب الكتلية للمذاب، هذه اكتب النسبة الكتلية للمذاب أول وحدة. شلون تحل؟ قانونها ام واحد على ام تي في 100%، سهل 100% منين؟ هاي من جيبك الخاص. ها استاذ فهمتها. ويساوي لي ايش قد الام واحد استاذ؟ 20. ايش قد الام تي اللي طلعتها استاذ؟ 100. في 100، ال 100 تروح الى ال 100، ايش قد بقى لك؟ 20. تريد تحسب النسبه للمذيب؟ ايش قد بقى من ال 100؟ ال 20. ايش قد بقى عن ال 100؟ استاذ باقي 80. لازم تطلع عندك النسبه هنا 80. شكرا استاذ، والله خلينا نشوفها. يلا ام 2 هسه النسبه الكتليه للمذيب، المذاب طلعناها، ام 2 على ام تي ويساوي في 100%. ايش قد الام 2 استاذ معطيني اياه؟ هو 80. الام تي ايش قد طلعتها استاذ؟ طلعتها 100. في 100 استاذ، ال 100 تروح ويا ال 100، تمام، يساوي للاستاذ 80 باقيه، بس هي هاي 80 في بالمية. اوكي، واضح استاذ. نشوف السؤال اللي بعده. هذا ما منطيني، منطيني اشياء، شوفها. نموذج من الخلي يحتوي على نسبه كتليه، منطيني هنا النسبه الكتليه. لاحظ هنا شني النسبة الكتلية، هاي منطينياها هنا أنا ضايعة، ما هي طلعت لي هنا أنا، هو منطينياها، لكن شنو الما موجود التي نحتاجها لكي نحصل على 20 من حامض الفليك؟
واضح. هسه جاي الحل، الخل محلول يتكون من حامض الخليك، زين، مذاب زائد المذيب. النسبة الكتلية للمذاب منطينياها هو ايش قد؟ 4%. اكتب لي 4%، لا تخاف، ترجم لي اياها، ترجمتها سهل، خليتها يساوي نزلها مع القانون. المذاب شلون تطلعه استاذ؟ ام واحد على ام تي، تمام. في ايش قد؟ في 100. حلو، الام واحد ايش قد معطيك اياها استاذ؟ معطينياها 20. الام تي تقدر تطلعها استاذ؟ ما اقدر اطلعها، ما زال ما عندي المذيب. لا عاد ايش تخليها؟ خليها نفسيتها، نزلها الام تي. هسه راح اقول لك في 100 تنزل ال 100، نزلتها، اضرب للأربعة في الام تي، يعني هاي الأربعة تجي مكان الام تي استاذ، اجت مكانها صارت هاي مقام. حلو، الام تي يساوي لي، انا خو ما اخلي الأربعة تساوي لي، لا انا اريد يا هي. هو ايش قايل لي؟ قايل لي هنا، انا قايل لي من حامض ما كمية الخلة التي نحتاجها، الكمية هاي كاملة ايش قد اللي يحتاجها؟ لازم انا اقول هاي تساوي لي الارقام ذني كلهن، لازم الارقام بجهة واحدة والمتغيرات بجهة واحدة. سعد فهمتها، رحم الله والديك. زين، 20% سعد نزلتها 20% كلهن على ايش قد ذني؟ على 4 باعتبار المقام واحد وحدناه. زين، 20 تقدر تقسمها على 4، ايه سعد قد تعطيك؟ 5% استاذ 500. هي سهلة ساد، اي وداعتك وسهل من عدهن، تعال شوفهن. احسب النسبة الحجمية لكل من حامض الخليك والماء في محلول تكون عنده خلط 20 مل. لاحظ لهنا أنا مستخدم يا مستخدم المليلتر، يعني الام من حامض الخليك و30 مليلتر من الماء. هسه منه المذاب يا بطال؟ يعني بيش تحسب هسه بالبداية والوحدة ساد؟ ام احسب بالفي. من هو المذاب استاذ؟ القليل. من القليل؟ 20، ويساوي ل 20، تمام. والفي 2 استاذ 30، اريد اطلع في تي، يعني في توتال ايش قد استاذ؟ نجمعهم ذن اثنيناتهم يطن 50. يلا احسب لي النسبه الحجميه للمذاب ايش قد اللي هو حامض الخليك استاذ؟ نحط في 1 على في 2 في تي في 100%. الفي 1 استاذ معطيني اياها هو 20، الفي تي يعني التوتال احنا طلعناها 50 في 100 استاذ. 50 على 100 ايش قد بيها استاذ؟ بيها 2. 20 في 2 استاذ يعطينا 40. احسنت يا بطل. ايش قد باقي عن ال 100 استاذ؟ باقي 60%. زين، هسه شريد من عندك تطلع النسبه الحجميه للمذيب. طلعت المذاب؟ اي. هسه النسبه الحجميه للمذيب، المذيب شو نصيح له؟ ابو ال 2 اللي بي 2، والمذاب ابو ال 1. ليش تحسب بالفي ايضا استاذ؟ مباشرة ما يحتاج تكتب في 2 على في تي. يلا قبل ايش قد هي استاذ؟ 30 على ايش قد؟ على 50 الفي تي. في ايش قد؟ في 100 استاذ. 50 ايضا بيها ايش قد؟ ال 100 بيها 2 من الخمسينات، وتساوي للاستاذ 30 في 2 يساوي ل 60. وضحت لو لا استاذ؟ كلش وضحت، شكرا جزيلا. دلل، تعال وياي هذا السؤال الابسط. سؤال هذا لاحظ لهنا انا اذا انطاك احسب النسبه المئويه بالحجم لكل من، هسه هو يريد يخلي كان على شكل معادلات ما اعرف شنو ما لك دخل بيهم، والماء عند اضافته ل 20 مللتر هنا، يعني بيش تحسب اذا ام ساد بالفي نفس السؤال السابق، تمام. و80 من الماء المقطر، من هو المذاب ساد؟ القليل 20، والمذيب ساد 80. الفي تي ايش قد شلون طلعهن ساد؟ نجمعهن. اذا جمعتهن اثنيناتهم اسمع وطلع لك 100، النواتج راح يطلع عن نفسيتهم شلون استاذ؟ تعالوا وياي. في 1 على في 2 في تي في 100، في 1 ايش قد طلعته استاذ؟ طلع هم مطين يا 20. في تي ايش قد طلعته استاذ؟ 100 في 100 استاذ، ال 100 تروح ويا ال 100 باقي لي بس 20%. شفت شلون؟ مو قلت لك يطلع عن نفس الارقام اذا جمعت يطلع عن 100؟ استاذ عرفت. يلا تعال للاخر. في 2 على في تي في 100 يساوي ايش قد؟ 80 على 100 في 100 ايش قد يساوي لل 100؟ تروح لل 100 ايش قد بقالي استاذ؟ بقالي 80%. احسنت يا بطل. هسه هاي اذيبه 5 جالون من كبريتات النحاس في 20 من الماء المقطر، احسب النسبه المئويه للمذاب وكذلك للمذيب. خو تعرفهم بعد لان صار عندك بسيطات.
ايساد جدا بسيطه، خلينا انا احلهن. شلون ساد؟ انا اقول لك شلون. ما زال مطيني اياها بالجي، لازم اكتب ام 1 وام 2 لان هو يريد من عند المذاب والمذيب، واجمعهن ذني على مدى اطلع ام تي. يلا يا بطل شو اسويهن؟ 5 زائد 20 يعطيني 25. بعدين الساد اقسم الخمسة على 25 مره، ومره اقسم على مطلع المذاب، ومره اقسم ال 20 على 25 واطلع المذيب في 100. يلا شو تعال، 5 على 25 في 100 الساد ال 25 100 في كم؟ 25 بيها الساد 4، نضربها 5 في 4 ساوت لنا 20%. اذا صحيح حلك. كمل لي الساد ويريد من عندي الكتله للمذيب، كتله النسبيه للمذيب. الساد هم اعرف لها شلون. الساد انت قلت لنا ام 2 على ام تي، وام 2 ايش قد منطيني اياها؟ منطيني اياها 20. انت قايل لنا دائما المذيب هو الاكثر. 20 على ايش قد؟ على الام تي اللي هي 25. 25 كم 4 بيها؟ استاد بيها ال 20 المية كم؟ 25 بيها استاد بيها 4 في 20 يساوي 80. اوكي اوكي هاي حلها. اي هذا حلها. 10 درجات تريد تتركهن بسبب والله شني؟ لان مسائل ما اعرف الهين هذن المسائل. يلا اكو ذنيك اللي يعني واحدة واثنين. تعال هاي واحدة منعتهن اللي تخاف منعتها. شوف شلون بسيطة. وينها الساد؟ هاي ما حجم الماء باللتر اللازم اضافته الى 10 جالون من هيدروكسيد البوتاسيوم للحصول على محلول تركيز 2.5 جالون. لاحظ هنا أنا اريدك تفكر شوية. فكرت استاد ايش منطيك؟ ساب منطين ياهن كلهن ذن. شوف هنا باللتر وهنا اضافته الى جالون وهنا نصيف زي. شوف من ينطيك ياهن هيجي 10.5 مباشرة شي بادر ذهنك؟ اتذكر هذا القانون P يساوي لأم على V. الأم إيش قد مطيك ياها؟ ساد مطين ياها 10 على V. البي إيش قد مطيك ياها؟ محلول تركيزه هذا المحلول على محلول تركيزه إيش قد تركيزه؟ البي إيش قد؟ ساد 2.5. هذا قانون جديد يساوي لV. الساد أنت قلت إيش قلت لك؟ قلت له الساد تنقل المتغير بمكان العدد وراح أنقله. يعني صحيح استاد؟ اي صحيح نقله. ها يلا شوف صارت لي في يساوي لي 10 على 2.5 ويساوي لي 10 كم 2.5 بيها؟ استاد بيها 4 ساوى لي 4. صحيح حلي؟ اي صحيح وداخلك. شكرا استاد دلل حبيبي ما قصى عنكم. يلا تعال للسؤال السابع صفحة 76. ما النسبة المئوية الحجمية لحامض الهيدروكلوريك وكذلك للماء عند إضافته إلى 25 مللتر من الحامض إلى 75 مللتر من الماء؟ أولا أريد أسألك. نعم سام هذا بالأم بيش يحل؟ سام سهلة بالفي يا سبع. أحسنت. لا ساد يمكن بتجي. أسكت التخطأ هذا صح. زين هسا بي من يحل؟ بالفي. تمام ايش منطيني؟ سامنطيني المذاب ومنطيني ايضا المذيب. ايش عوزك؟ استاد عوز بس اطلع الفي تي يعني الفي توتال اطلع كل المحلول ايش قد. يلا شلون نطلعهن؟ استاد نجمع الفي واحد على في تو يطلع لي الفي تي ايش قد يساوي لي؟ 25 زائد 75 يساوي لي 100. قلت لك ما زال طلع لك 100 راح تطلع نفس الارقام اللي منطيك اياها هو. ها يلا بالله تعالوا وياي. يلا النسبة الحجمية للمذاب يساوي لي في واحد على في تي في 100% ويساوي 25 لاحظ على 100 في 100. المية تروح إلى المية ايش قد بقالك؟ 25. إذا ما كتبت النسبة الحجمية للمذاب تساوي 25% أعتقد ينقصك درجة واحدة. لازم تكتبها لا تنساها بالسؤال مو تخليها فقط هيجي. اوكي يلا بعد طلعت المذاب هسه يا هو المذيب النسبة الحجمية للمذيب يساوي لي في 2 على في تي في 100% واستنتج
انه الفي 2 ايش قد معطيني اياها 75 على 100 في 100 100 راحت ويا ال 100 ايش قد بقى لي 75 وهاي النسبه الحجميه للمديم. لهنا انا طلابنا انتهى درسنا بالنسبه للمسائل ذني. موجودات اكو ثلاث مسائل احفظهن نصا لان يحتاج لهن قسمه طويله وكذا، انصحك تحفظهن نفسيتهن ماكو فرق عن ذنهن. اوكي يلا طلابنا اتمنى لكم احفظ النواتج مالتهن واتمنى لكم موفقين والنجاح الدائم وان شاء الله ان شاء الله في اعلى اعلى المراتب. اوكي راح يكون هناك اعتقد يمكن اكو اسئله شامله بالتليجرام. يلا السلام عليكم ورحمه الله.